على هامش فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض الاتحاد الخليجي للتكرير. أناب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط سعادة الدكتور ظافر الجلاهمة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز لتسليم جوائز التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. من الإبداع والابتكار في مجال النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي كان للمرأة الخليجية النصيب، فهي من أثرت وحققت بمعين العلم والخبرة إنجازات عديدة على جميع الصعد وبالأخص في حقول النفط والغاز. فما كان اليوم إلا وأن نحتفي بهذه المسيرة التنموية القيادية التي حققتها المرأة الخليجية بكل فخر واعتزاز في ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية بفئاتها السبع. الوفاء لكل من شارك في المؤتمر الأول للجي دي اي، والحق يقال أنه الشركات المشاركة سواء في كل دول الخليج وفي كل دول العالم اللي شاركت في هذا المنتدى نشكرهم ونشكر دعمهم، وهم ما هم دعمهم لن يتوقف عند فقط المؤتمر والمنتدى، لكن الدعم اللي أهم المشاركة في الاتحاد. وتأتي مشاركة بابكو في هذه الفترة المفصلية في تاريخ الشركة، حيث أننا بدأنا بالتنفيذ الفعلي لمشروع تحديث المصفاة، ويعتبر مشروع تحديث المصفاة هو ليس فقط الأكبر على مستوى بابكو، ولكن هو أكبر مشروع سينفذ على مستوى مملكتنا الغالية. شخصيات نسائية برزت خلال هذا الاحتفال ليكن مثالا مميزا ومشرفا للمرأة الخليجية وخير داعم لها لمواصلة طريقها في مجال النفط والغاز، ولتمد يدها نحو التطور والنماء التي تشهدها البلدان الخليجية النفطية. أشتغل في بابكو مهندسة عمليات، حاليا أشتغل على مشروع تحديث المصفاة، وهو واحد من أكبر المشاريع في المملكة حاليا. الليلة كنت مرشحة حق جائزة الرايزنج ستار مقدمة من ليدرشيب اكسلنس فور وومن اووردز. هذه الجائزة تشجع المهندسين والمهندسات في مجال النفط والغاز حق يقدمون أكثر وتعترف بالتميز. الجائزة هذه هي جائزة أحب أهديها لكل الإماراتيات العاملات، وهي عبارة عن تتويج لجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم المرأة العاملة في الإمارات، وطبعا دعم القيادة العليا ودعم الإدارة العليا في شركة أدنوك. نحب نشكر مملكة البحرين على استضافة هذه الجائزة، وطبعا أشكرهم لاختياري. لملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز هدف أسمى، وهو مناقشة كل التحديات التي تواجه المرأة أمام تطلعاتها ومسيرتها المستقبلية، إلى جانب إيجاد سبل لإشراك وتمكين ورفع مستوى المرأة في صناعة النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.